جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول المرسلها تسأل وتقول: أعرض على فضيلتكم هذه القضية، وهي أن لي صديقة تصلي وتصوم وتتصدق، ولكن لديها شك في بعض أمور دينها، حيث أنها تشك أن هناك جنة ونار، وأيضا هي تقرأ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهي تشك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول إنها أحاديث قديمة، وقد نصحتها كثيرا ولكن دون جدوى. فما هو رأي فضيلتكم وبماذا توجهونها وتوجهون أمثالها؟ جزاكم الله خيرا. لعل هذا هو الوسواس، وسواس الشيطان. والوسواس لا يضر، إذا دار في خاطر الإنسان شيء من وساوس الشيطان فإنه لا يضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما إذا كان كما جاء في السؤال شك وتردد، فهذا ردة عن دين الإسلام. الشك والتردد هذا ردة عن دين الإسلام. أما إذا كان مجرد وسواس، الإنسان مستيقن ومؤمن ولكن يحصل عنده شيء من الوسواس، فهذا لا يضره، والحمد لله. نعم.